التي فتح الله بها سور القرآن الكريم. ولذلك أشار الله بعدها إلى القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك. صاد والقرآن للذكر. نون والقلم وما يسطرون. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى الإيه؟ إلى القرآن الكريم. والقرآن هو المعجزة العظيمة التي أكرم الله بها أمة محمد وأكرم بها كذلك نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا وأيده الله بالإيه؟ بالمعجزة. كل نبي كان معاه معجزات. معجزات حسية ومعنوية. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين هذه المعجزات الحسية والإيه؟ والمعنوية. الحسية مثلا زي مثل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أم معبد عندما مر عليها ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على سخلة من الغنم ضعيفة فامتلأ درعها باللبن وسقى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومن معه وأم معبد وزوجها وأهلها. فدي معجزة من معجزات الحسية. كذلك حنين الجزء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من الخشب ليخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه خطبة الجمعة بمسجده صلى الله عليه وسلم. فكان قبل ذلك يتكئ النبي على جزء نخل. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر سمع أنين الجذع. سمع أنين الإيه؟ الجذع. يعني معنى الأنين البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر واحتضنه حتى سكن. سكن يعني لأنه حزن على فراق النبي. طبعا دي آية من آيات ربي. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء كيف تتكلم وكيف تتحدث وكيف تتحرك. وما من شيء إلا يسبح بإيه؟ بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء في الدنيا له حركة لكن لا يعلمها إلا مين؟ إلا الله. وله تسبيح لا يسمعه ولا يفقهه إلا إيه؟ إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله إني لا أعلم حجرا ما مررت عليه إلا وسلم عليه وشهد لي أن لا إله إلا الله. شهد لي أني رسول الله. شهد لي أني رسول الله. فجاءت المعجزة الكبرى وهي معجزة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وجاءت الفواتح في القرآن الكريم في السور إما بحروف أو بغير إيه؟ حروف. يعني مثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ما فيهاش بداية السورة حروف كألف لام ميم أو صاد. فالله هو الذي ينزل القرآن هو وهناك من السور من نزل على حرف زي صاد وقاف ونون. وهناك من نزل على إيه؟ على حرفين مثل طه وياسين وزي الحواميم السبع. حاميم سبع آيات بدأت بالإيه؟ بحامي بحرفين. وهناك من نزل على ثلاثة أحرف زي مثلا قولي ألف لام ميم ثلاثة إيه؟ أحرف.
وهناك من نزل على أربعة إيه؟ أحرف ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم راء سورة الرعد. وهناك من نزل على خمسة إيه؟ أحرف كاف ها يا عين صاد. طب ما كانوا كلهم ينزلوا بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاثة، ولكن هي هذه عظمة القرآن وإعجاز القرآن. نعم ظنيت. فهذه آيات من آيات ربنا، ولذلك الله جعلهم معجزة من المعجزات. هذا بالنسبة للإعجاز البلاغي والبياني، لكن ما هناك من الأحكام الشرعية